هذه خير صلاة وأتم التسليم. أما بعد، معالي مدير مدرسة الهدى الإسلامية الشيخ محمد حامد كمارة، أصحاب سعادة العمداء، أعضاء هيئة التدريس، الآباء والأمهات، إخواني الطلاب، أصحاب السعادة، حضورنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله الذي أتم علينا عامنا هذا، وشرفني عصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي الخريجين بالوقوف أمامكم اليوم، وكلنا فخر بما أنجزناه واعتزاز بما حققناه. نقف والعجز ملء اللسان، والتقصير كنف البيان، حارت الكلمات وصمتت العبارات عن ترجمة مشاعرنا لعظم المقام وعجز الكلام. حفلنا الكرام باسم طلاب مدرسة الهدى الإسلامية الخريجين، نهدي هذا التفوق والإنجاز والفخر والاعتزاز لقائد النهضة والنماء ورمز الخير والعطاء، لمقام معالي مدير مدرسة الهدى الإسلامية ومعلميها الكرام. ونزف لهم ولوطننا البشرى بجيل يعانق الصحابة همة ولا يرضى بغير القمة، بجيل يعانق الصحابة همة ولا يرضى بغير القمة، جيل مددهم المحابر وغايتهم أعلى المنابر، وقفوا هاهنا اليوم مناط بعاتقهم العرفان والوفاء والعزة والكرم والرفعة والنماء لوطنهم، وطن الخير والعطاء. وقفوا كلهم الزراع والمنجل، وقفوا كلهم الزراع والمنجل والأداة والمعول، والأداة والمعول ما بين النقيضين، وقفوا كالخيط الأبيض بين ليل الجهل ونهار العلم، متحصنين بعلم ثمين وبثابت متين الرزين، فصاروا كلهم على طرق ممهدة ومدارس مشيدة وحقوق محفوظة وأمن مستطب ورعاية حميدة. فما العذر يا سادة، فما العذر يا سادة، إن لم نلتقي لشواهق العلم ولقمم العز، كيف لا؟ ومدرستنا الكبيرة بمخرجاتها العظيمة خير دليل وشاهد لجيل رائد واعد، وبدفعتها السابعة ندخ للوطن أركانا يتكئ عليها حاضرون ويبنى به مستقبلهم. كانت مدرستنا أم العطوف والأب الرؤوف والمعلمة والحسن المنيع من الأفكار المضللة والأوهام المشتتة، وأدت بكوادرها الجهل فكانت منار علم يستنار به. حفلنا الكرام في بقعة كهذه تختلط فيها المشاعر ولا يعبر إلا عن صادقها، فالشكر لكم أيها الحاضرون أن شرفتمونا بحضوركم، وكل التهاني والتبريكات لكم آباءنا وللأمهات ولكل من كان عونا لنا في مسيرتنا هذه. ولا نملك إلا الدعاء أن يحفظ الله بلدنا هذا منارا للعلم ومنهلا للمعرفة ورمزا للهدى، وأن يديم علينا نعمة العلم والأمن والإيمان والإسلام، وأن يديم علينا نعمة العلم والأمن والإيمان والإسلام. والسلام ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أصحاب السعادة والمعالي والفضيلة أساتذتنا ومعلمين الأفاضل، آباءنا الأكارم وأمهاتنا الحبيبات وضيوفنا الأجلة، إخواني قريدينا أيها الجمع الميمون، على دروب الحب نلقاكم وعلى صرفات العمل نجدد العهد بكم. ومن قلوبنا نحن أبناؤكم القريجون نبعث لكم أرقى وأجمل التحايا، فإليكم تحية المحبة والأمن والسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، فإن مما عود هذه الوريقة الصغيرة هي كلمات مختصرة لذهن الصغيرة والكبير لدى الكبير، فسقطها لتعيها أذن وعيها وتسمعها مسترق استمع وينتفع بها ذوينها ليحسن ثمارها وينتفع بها بالركام ثمرها. هي التي أثر عليها القرآن وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الصادق الأمين: يد الله مع الجماعة. واعلموا أن الخير والبركة في جسامة الجماعة وعرومتها، ومن خير الجماعة والتكاتف يثمر إلى حب الله تبارك وتعالى. قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لو كفى بحب الله لكفى به صرفا عظيما، فالإنسان سعادته مع الجماعة وسخاوته بانفراده. من سد في النار علينا بالجماعة فنسهل فلا نفترق. وكما قيل اجتماع يبنى الوطن واجتماع القلوب يقفح المحن نحلة واحد، لا تدن عسلة ولا يبنى الحائط بحاجر الواحد. فالنوع الإنسان لا يتم إلا بالتعاون. إن الرجال إذا ما أرجعوا لجعوا إلى تعاون، لا يحزون القوم إلا تعاون. فساعدوا بعضكم بعضا، فالأول منكم ليس وحيدا في الطريق، بل هو جزء من القافلة تمشي نحو الهدف وكتاب السلام. أنا كلمك لي كلمة هذي متجيبان الغنم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة، وجمال سكوني اسمي سماهم كندينا قناة قدوه دكان خان نكما قندانا نلوجوني إن شاء الله دكان من تكابونو خامونا بطنكو دكان من كاتا وساجوني يعني نواري الحمد لله وبيتكاك يعني قرلمون قلنا ona jonga usajununga adukubenu katikiti dingiranga bangala ka hoswari kundu annani ni asasa nyenai anai kubenu katikita alhamdulillah arna sahajir na akla sirekinoi arantei daga na twa gumpalle umma kamenene serebe kaga na kharaga anga dukuta alhamdulillah boyni serenga na lemina kunya nokusaka ngaba annai kitana bideke no gonda hubega nyanga na ntoro na ngana simme ona ke kono hakka su dambe ko bonu ngani kaga na bu ko harla nu kaga daga kado ga garam mo ko nu ndage mu amma ga ne ga ma ga goni har ke be ga nyanka ta koto koto anyu ho mu ndan ngani anyu ho yo go mu ndan ngani kenyan tigi aga ni kullo jurum sakkan kam kana faamu ko ndunga aro ga gadi kaga na bu ko yere kaga daga nu ko su dambe debe ke daado debe ke nu ko ndan nga soronya ga nyana gai aga na ga hakku ndu ko gai medi kana nya ñaare honuna alhamdulillah bo selo lenki o ga kiyebe lenki e ba korosindin
sakati selebelu gara rabin kanen kara bo normalement ana salama gunya kamay rabu ngada na islami nuti kangara madrasa suwari goni kenni salama gunya na kenya sembenta un ankan kara manga yankana walla nga latu nan kinye kisigirai anda ga din girai ma soromma ga sorobelu gara ngar no kuma salama gunta kuma jetu anken diferen anda to mun kina to buru kina soronga alhamdulillah boy da taimu yakino nan kongo ono akulun to kenni boy ni taimu daga ko mu ko kanya mu ka renga lo juunyan hakatu dambe onan duwa me dangani kana ga akulun to ko agay menuti karange nganya na ko ni boy to agun takte ne sanget karamo ko be nu ga yakana li ta huere alhamdulillah examen nganya na kadi wari ga kinya ne sikirabe duroko to nganya na kinya na serenga ka har sakana kontine kenka mo ha junta to ago ke bane jikusile nanti yang kake kar Allah ulani ay kaya gengai soron ki lunga di harsa nanti misali ho ga bakara nyana sire sire nyi ken ki tane ti kaya ay bo ga am bakara ga daga ka ga daga no su kana Allah kan nen ka hu garu ma kai sire ya ga ganta kai Allah ya ga ngai ono haklan to ko yim menu bi hakal su dambe an bani manu ko tan do soron ko do kana adu wa soron nan ngani hibenu ga dangi kana yere alhamdulillah len ki bi tanga nyana daru wanya duwa ngin nan har kun man selbe nuka bilene yere ado yere tana hoga kedina kama banu mesu nan duwa hakatu tambe selbe duwa ngin gara ken Allah na kentu ono hakilan to koy mero no jikun korosi na tunan ti kagara kan kusina ka korosi ne assalamu alaikum wa khairan nuwar siri usanda okuri se diga umugu okontane siri na nyagal siri yegi ma sele kunda na le tawe tbaraka no gondina giyaro tbaraka ya ido nyagal ndi ido kontane duwa walla nyaaga naga isiru gari isiru saga jamaro he kempelle oga sebe himmi kenyeni kharne manga bilal haji kamara wale tafaddal alhamdulillah alhamdulillah alqail wa in ta'uddu ni'matan la ilaha tuhsuha summa salatu wassalam على من دل وأرسل وأكمل الله بالدين وأتم وعلى آله وأصحابه خير من سئب وسئب أما بعد أيها الأحبة فقد من الله عليكم بأنعام لا تؤد وبخيرات لا تحصى ومن تلك النعم نعمة الجوال الذي جعله الله لنا نعمة للوسائل العلم ونعمة نسل به الأرحام وبئي نتفقد بعدنا بعدا وسير البعيد قريبا والصعب سهلا فكم أسلح من الأمور وأحسن لكن مع السوء أذنا لاستخدامه وسف صديد سار بأيدينا هالة شر نتترف به ودود الله وفتنة تعسف بنا من كل هدب وسرنا لا نستخدمه إلا فيما يغضب ربنا عز وجل سار بأيدينا هالة دمار وغراب فكم دمر من البيوت ولن تقام وضعف الهمم ولن يزاد وإفساده أكبر وأعظم مما أسلح ومصيبته تعسف بنا من كل هدب وسود ترى الأجائب والأجائب في استخدامه بأيدي الناس كبارا وصغارا ولا تكاد ترى صغيرا إلا ولو جوال سار صغارا أزيمة وسلما يرتقي به الناس فكم ضيع المجتمع وأفسد التعليم والتعلم فكم طالب كان يسار إليه بالبنان ففاق عليه الأقران فخلف وفسد دراسته وانتكس وكم سد عن قراءة القرآن وسد عن مساجد الله وعليكم أيها الأحبة أن تأخذوا حذركم وتتفقدوا أحوالكم مع هذه الآلة المدمرة خصوصاً أيها الآباء والأمهات عليكم أن تهتموا بأولادكم فإنه لا سلامة من قدرها في هذا الزمن الأسيب واعلموا أن السعيد
من استخدمه في مرضات الله، والشقي من استخدمه في خيرها. وكونوا خير مستعمل لها فتسألوا، ولا تكونوا شر مستعمل فتسألوا فتسقه. وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. It is always a great pleasure as a Muslim to thank Allah. Good afternoon, Principal, Vice Principal, members of the staff, my fellow students. I greet you all in the name of Allah. Assalamu alaikum. My name is Aisha Jagana in grade 9. I am here to present the topic of cleanliness. Cleanliness is not only a necessity, but it can also become a habit. A responsible person should be also be a clean person. Adopting cleanliness in our homes and surroundings, we will contribute to build the healthiest nation. When you see a person or a clean home, it also motivates you to clean your surroundings. We should encourage people to adopt cleanliness, especially roads and marketplaces. By looking at our roads in Newmail, most of them are not dumping places. It is very sad as a Muslim to live an environment like this. We should do something about it. Cleanliness should be always a priority and important in our surroundings. People should spread awareness on use of plastic bags, spreading awareness on recycling materials. We can achieve cleanliness, and in turn, we can get a good health and happiness as reward. We should follow and teach our younger generation some basic like brushing their teeth before eating. Always wash your hands with soap after using the toilet. Always use dustbin to throw the garbage. The females and other members in house should maintain clean by washing the vegetables before use. Cleaning house floor daily. Cleanliness is not only a necessity, but it can also become a habit. A responsible person should be a clean person. Thank you all for your kind attention. Nwari City, thank you so much. Aisha, so everything. Kimberly, Ogada, Serebe Sukundi, Lian Rondi Mukunu, Kenyani, Sheikh Salim, Konte, Fadet Fadel Mashura. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي فضل العلم على سائر العلوم، وفضل العلماء على سائر الناس. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، أحمد الله تبارك وتعالى على نعمه الذي لا نعد ولا نحصى، ومن أجله نعمة التوحيد والإسلام، ومنها نعمة العلم. يا أهلا وسهلا بالضيوف الكرام، أنتم فخر وكنز لنا، نسعد بزيارتكم في كل مناسبة تحل بنا، فتحت الأبواب ترحيباً وشوقاً للقائكم، وانتشر المكان بالروائح العطرة استقبالاً لكم. يا مرحباً بالضيوف الأعزاء، هلت الأنوار وغنت الأطيار بقدومكم، لا نعلم كيف نشكركم ونعبر عن فرحنا بكم. مرحباً بكم عدد النجوم الصافعة والورود العطرة التي تفوح بأحلى العطور، وعدد ما تكتب الأقلام من كلمات. نحن أسعد الناس بقدومكم، فأهلاً بكم كعطر فواح
بنشر الثدى في الأجواء. كل شيء يبتسم لوجودكم، وكل عبارات الترحيب لا يوافي ما نريد. كل شيء يرحب بكم، كل شيء يبتسم، كل شيء يتبسم ويتوهج فرحا بقدومكم. كل شيء ينمق عبارات الترحيب ويسوق كلمات الحب لوجودكم. كل شيء يردد حياكم الله، أشرفت الأنوار بقدومكم، وتدفق وتدفق النهر في أضلالكم، وغردت الطيور بكم. فيا أهلا ويا سهلا بالقلب ملأها المودة، نستقبلكم بباقات من الأقحوان والياسمين، ونرحب بكم عدد نجوم السماء اللامعة في العفق. فيا مرحبا بكم حين تتلاطم أمواج البحر، ومرحبا عند سقوط قطرات الندى، عند سقوط قطرات الندى على الزهر. لو علمت الدار بمن زارها فرحت، واستبشرت ثم قبلت موضع القدمين، وانشدت بلسان الحي قائلة: أهلا وسهلا يا أهل الجود والكرم. والسلام ختام. فيا أهل هدى الإسلامية، أشكركم وفرحت أيضا فرحا بلا غاية، وأتمنى أن يكون مدير هذه المدرسة أن يكون معنا في هذه المناسبة، وأسأل الله له العافية والسلامة.